اخر سؤال بقى، اخر سؤال. لو حتى عنده مشكله في مناخيره معوجه عشان ده كان ده برضو كونسبت حاجه ثانيه مش كولر ريل. اوكي. ده بيبقى الكونتور والهايلايت. اللي الناس متعرفوش ان الكونتور والهايلايت ده موجود من ساعه ما الميك اب ابتدى، مش حاجه جديده. اوكي. لان هو احنا لما بنحط فاونديشن احنا بنلغي الالوان. انا عارفه احنا اتكلمنا على الكونتورنج قبل كده، بس عايز اعرف الاعوجاج بتاع المناخير. اوكي. هي مثلا هنا عندها الحته دي عامله كده شويه. اوكي. فهنا انا عايزه هفتح هنا سنه عن الناحيه اللي هي معوجه فيها. لا هنا هي رايحه كده، فانا عايزه ادخلها كده بالظبط. فلما عايزه تدخلي حاجه تزقي حاجه لجوه. أيوة. تحطي الكونتور. عايزه تبينيها تفتحيها. عايزه ازقها، عايزه اعدلها، تزقيها. فانا بجيب الكونتور او اللون شيدنج وبدخل لجوه بال شطره يا ايه، برافو. اوكي تمام. وبرده عشان هي مش عايزين يبقى شكلها غريب لون ولون، فاحنا هنا انا دخلتها قريب شويه، فلما اجي اعمل بالكونتور هبعدها شويه. اوكي. بس هوزعها لجوه. هجيب لون افتح. ايه كل الميك اب اللي انت جايباه؟ بحاول. برافو. الاحتياط واجب برضو. شاطره شاطره. وبعدين اللون الفاتح ده بزق بيه الغامق اللي انا عملته من هنا، فبحطه على اللاين تحتي. قصدك فتقوم مدخله دي جوه شويه. اوكي فهمت. بس هي بنت حرام يعني، طلعنا لها حبوب وعوجنا لها مناخيرها وطلعنا لها حالات سوداء واكياس تحت، عملنا فيها كل حاجه، وهي يعني جاب لنا بنوته قمر. انت نورتينا النهارده. Thank you. وشكرا جزيلا ليكي حقيقي، انتي افدتينا جدا. كان عندنا حقيقي كم طلبات كتير جدا. ردوا انا بخرج بس عندي مشكله في الهالات السوداء، عندي مشكله في الحبوب بتاعه وشي. فاحنا كان لازم نجيب عبد الحميد، صح كده؟ انا قلتها كده المره دي. نورتينا النهارده وان شاء الله هتبقي معانا. ميرسي ليكي بنوته الجميله اللي كانت معانا. تعبناها بهدلني. حرام دي بقى، عملنا فيها كل الحاجات اللي مش كويسه خالص يعني. مشاهداتي عزيزاتي، يا رب تكونوا خدتوا الفايده او المعلومات بتاعت ازاي احط ميك اب اداري بيه الهالات السوداء، ولو عندي حبوب في وشي ازاي اداريها. خليكم معانا واستنونا، وما زلنا فيها وبس ولكن بعد الفاصل.